إذا للحديث عن رفض زعماء الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران نتائج الانتخابات، وأيضا نبحث الصراع الحاصل بعد المقاطعة الشعبية وتدني نسبة المشاركة، ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي. أستاذ محمد، مرحبا بكم. يعني القوات الأمنية في بغداد أعلنت حالة التأهب الأمني في العاصمة بغداد والبلاد بشكل عام مع إصدار مفوضية الانتخابات النتائج. برأيكم هل هذا طبيعي في انتخابات تقول الحكومة إنها جرت بأجواء ديمقراطية؟ تحية طيبة للسيد والمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني هو كان متوقع جدا بأنه تسير الأمور إلى هذه النقطة، حيث أن الانتخابات كانت انتخابات يعني اشترك فيها الموالون لهذه الميليشيات ولهذه الأحزاب. الأغلبية من العراقيين كانوا ناس مقاطعين، وما حدث بأن هذه النتائج اليوم التي تم إعلانها قد تكون شرارة لانطلاق شيء ما حقيقة، كون أن هذا الصراع المتوقع هو صراع مؤجل منذ فترة أنه أتوا بعادل عبد المهدي كحل وسط، كانت نسبة المقاعد شبه متقاربة، أما اليوم الوضع مختلف بالتأكيد. نعم أستاذ محمد، يعني بعد هذا الرفض من زعماء الميليشيات لنتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية، هل تعتقد أن ربما سيكون اللجوء إلى الاحتكام للسلاح مع هذا التفوق العددي والمسلح من قبل الميليشيات، هل تعتقد أنه ربما ستلجأ الأطراف إلى استخدام السلاح؟ يعني سيدي، هي كانت الفترة ما قبل ثورة تشرين كان هنالك شهدت هنالك خلافات كبيرة، ولكن اتفقوا في وقتها وأتوا بعادل عبد المهدي كحل وسط يضمن مصالحهم جميعا لكي يتفرغوا لقمع تشرين. أما اليوم حسب هذه النتائج صعب أن نقول بأنه قد تكون هناك حكومة قادمة، تشكل حكومة قادمة، صعب جدا أن يصلوا إلى حلول. الصدرين يريدون لا يقبلون بأقل من رئاسة الوزراء الموالين لإيران، مستحيل أن يتنازلوا عن هذا المنصب. يعني الأمور سوف تكون هنالك سوف تكون هنالك فترة محاولة وجود حلول سياسية، ولكن هذه سوف لن تنجح وسوف تندلع شرارة هنا أو هناك، ستكون بداية لنزاع عسكري. في هذا الإطار، يعني إطار التيار الصدري بعد إعلان مقتدى الصدر قبوله بنتائج الانتخابات، هل تعتقد أنه سيرضخ ببساطة لخصومه الذين فاجأتهم النتائج والذين بطبيعة الحال كما ذكرنا في نشرة الأخبار يلوحون باتخاذ طرق أخرى؟ يعني سيدي بالتأكيد هو صفة الديمقراطية يعني غير موجودة في هذه الانتخابات، ونحن لا نعيش في بلد ديمقراطي حقيقة أو نظام ديمقراطي. عذرا، فبالتأكيد سوف يعني هذه النتائج اليوم يقول بشكل واضح يعني المحور الإيراني المنتمين لمحور إيران لا يتنازلون عن رئاسة الوزراء، والصدر اليوم أصبح في مكان بعد هذه الانتخابات أنه لن يتنازل عن رئاسة الوزراء أيضا. فهذا حقيقة خلاف حقيقي، خلاف كبير. قاسم سليماني غير موجود لأحد هذا الخلاف، قاني الرجل مختص بالشأن الأفغاني لا يتحدث العربية، موقف إيران ليس بالموقف القوي جدا كي تحل مثل هذه الأزمة الكبيرة. فيعني من المتوقع سيدي الكريم أنه يحدث صراع، وهم يعلمون جيدا حتى الطرف الحكومي اليوم تجد هذا الانتشار الكثيف المسلح من قبل القوات الأمنية، لأنهم يعلمون جيدا لديهم إشارات بأنه هنالك حقيقة خلاف موجود، وهذا الخلاف سوف يتصاعد في الأيام القادمة. أستاذ محمد، حديث ما سمي بالإطار التنسيقي الذي يضم الميليشيات حديثهم عن تدخل إيرادات خارجية، ولكن إلى أي مدى يضع العراق مرة أخرى في بؤرة صراع؟ لا سيما أنت تفضلت بذلك بعد زيارة إسماعيل قاآني للعراق عقب إغلاق الصناديق مباشرة جاء إلى العراق. يعني سيد الكريم، إيران الآن في موقف أنه تريد المحافظة على عدم خسارة أي نسبة من نفوذها الموجود على الحكومة وعلى المجال الاقتصادي، إضافة أنه البلد يعني وضعه الاقتصادي وضع متعب. اللي يعلمون جيدا بأنه الشعب العراقي اليوم لا يطيقهم، لا يريد بقاء هذه الطبقة السياسية، فهم في موقف لا يحسد عليه، موقف يعني قد يكون هو يعني هذا شهده
شاهدناه في عمليات ثورة الفرسان، ولكن احنا نتذكر بانه حدث صراع سبق وان حدث صراع ما بين هذه الاطراف، صراع مسلح كبير. خسر في كل الاطراف قتلى وجرحى وانتهى بانتصار طرف على اخر. فبالتأكيد سيد اليوم يعني استاذ محمد يعني هذا الصراع الميليشاوي هل يمكن ان يكون بوابة لاضعاف الميليشيات في العراق؟ هل تعتقد ذلك؟ والله يا سيدي هذا الصراع ان حدث سوف ينتهي بسقوط هذه المنظومة السياسية جميعها، لأنه هذه المنظومة السياسية هي ليست منظومة، يعني هم ما أبقاهم بالسلطة كل هذه الفترة لأنه هنالك إيران التي تجمعهم، اشتراكهم في المصالح كانت دائما يحصلون على نسب تراضي، أما اليوم بعدم رضا اليوم الطرف الإيراني لو شكلت الحكومة لم يحصل على شيء، يعني بالتأكيد الحكومة الآن إذا حصلت على حسب هذه النتائج سيشكلها الصدريين والحلبوسي والأكراد، هذا شيء لن يقبل به الإيرانيون مطلقا، وسوف يفضلون التصعيد، يفضلون المواجهة المسلحة مقابل البقاء في نظام ليس لهم السلطة الأكبر فيه. من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي، شكرا جزيلا لكم.